اسمها ميلا، ومن معانيه المعجزة، معجزة ما زالت أمل سمرين تبحث عنها. يا ربي يا ستي تشوف عودتي الخير يا ربي، يا ربي لا تزعزعنا ولا تطلعنا من هالدار يا الله. ميلا كان قدرها أن تأتي إلى الحياة قبل يوم واحد من قرار محكمة إسرائيلية بإخلاء منزل العائلة. هنا في حي وادي حلوة في سلوان تعيش أمل مع أبنائها في هذا البيت منذ 40 عاما، أي منذ أن تزوجت من محمد سمرين. منها 30 عاما قضتها في أروقة القضاء الإسرائيلي الذي لم ينصفهم في النهاية، لا سيما وأن أعين المستوطنين على هذا البيت. كل ذكرياتي وكل ذكريات جوزي وذكريات أولادي هم بيلعبوا وهم صغار، هلأ كمان أولادي أولادي بيلعبوا، صاروا يعني زي أولادي بيلعبوا نفس الدار. اشترى محمد سمرين هذا المنزل المكون من 3 شقق من عمه موسى، وبعد موت عمه موسى في 80ات القرن الماضي لم تعترف سلطات الاحتلال باتفاقية البيع، ولأن أبناء موسى يعيشون خارج فلسطين فقد حولت إسرائيل المنزل إلى حارس أملاك الغائبين. موقع هذا البيت قرب المسجد الأقصى يظهر سبب مطامع سلطات الاحتلال فيه، فكل شيء هنا تحاول إسرائيل تغييره للسيطرة عليه وفرض هويتها على هذا المكان. قانون حارس أملاك الغائبين هو قانون تهدف إسرائيل من خلاله إلى الاستيلاء على عقارات وأراضي الفلسطينيين المهجرين من أرضهم. ومن اعتبر غائب بنظر القانون الإسرائيلي تمت مصادرة أملاكه المنقولة أو الغير منقولة من ذلك الأراضي البيوت العقارات، وتم تحويلها إلى الحكومة الإسرائيلية، ومن الحكومة الإسرائيلية يتم تحويلها إلى جهات إسرائيلية مختلفة وعلى رأسها الجمعيات الاستيطانية. وفي القدس المحتلة فعلت سلطات الاحتلال هذا القانون بعد النكسة عام 67، ويستهدف بشكل كبير البلدة القديمة وسلوان. أحمد جردات، العربي، القدس.